بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ها لقد أبلغني محضر قضائي باستدعاء جديد وبتهمة جديدة بالقذف من طرف حاشيته المسمات بالمعماش سرور. يا أيها الشعب الجزائري، يا فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، لقد صبرت وصبرت وصبرت حتى عجز صبري وذهب بي الأمر لأفكر في الانفجار أو الانتحار، لكن كحاج بيت الله وأب لبنات 10 بنات وأؤمن بالقضاء والقدر ومسن ومريض مرض مزمن وممثل هيئة أبناء الشهداء، فالرجاء التدخل لوقف هذه التحريضات والمضايقات والتهديدات حتى بالتصفية الجسدية. فالرجاء التدخل قبل فوات الأوان، وأتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع لي هذا الهم وهذا الغم، لأن هذا السيد هذا المسؤول على مسؤول دائرة ما زال يخطط ويقول إن القانون يحميني ولاة بلادي الغرب يدعموني ويحميوني. فالرجاء التدخل ووضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة والمساس بقوانين الدستور وخاصة المادة 62 والمادة 04 من قانون المجاهد والشهيد الذي تحمي الأسرة الثورية والأسرة الشهيد وأبناء الشهيد. وآخر كلامي أقول كفانا والجزائر في وضع جد خطير، فالرجاء أن نلم ونتوحد لنكون سند مانع بما يجري على أطراف حدودنا. عاشت الجزائر حرة مستقلة، المجد والخلود شهدائنا الأبرار.